زميلي وصديقي اللي دخل المجال يعتبر من قريب، ولكن بصمة كبيرة سابها برنامجه، من البرامج اللي بشوفها قوية جدا، جميلة جدا، ضيوف تقال جدا، دخل معانا المنظومة بسرعة. بقى هو عصبي شوية، بس عادي، انا واخد على عصبيته. يا صباح الفل يا استاذ شريف، صباح الفل، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الحلاوة دي يا استاذ محمد؟ الله يخليك. حلاوتك وحلاوة الاستوديو وحلاوة البرنامج بتاعك ده حاجة جميلة بصراحة. ربنا يخليك يا استاذ شريف، انت اللي عيونك جميلة فبتشوف كل حاجة جميلة يا استاذ شريف. لا والله بجد يا استاذ محمد، حاجة مشرفة، يعني حاجة بقت حاجة الواحد يفتخر بيها، يفتخر ان هو مقدم برنامج في الصحة والجمال. ربنا يخليك يا استاذ شريف، وانت اضافه لاي مكان، وتحياتي ليك، وان شاء الله باذن الله بينا كلنا هنوصل لاعلى مكان ان شاء الله باذن الله. بإذن الله معاك إن شاء مين الله. الحلقه الجايه؟ بس معانا كنا عايزين نخليها مفاجأة بس أنت حرقتها. معانا كابتن هشام ياكل، كابتن هشام ياكل، نجم نادي الزمالك وكابتن ونجم منتخب مصر. ونجم منتخب مصر. وانت معانا ان شاء الله يا كابتن محمد، يا استاذ انا محمد. ما اقدرش اتاخر عنك يا كابتن شريف، ما اقدرش اتاخر عنك. انت صاحب برنامج مش مذيع معانا. ربنا يخليك، ده يسعدني ويشرفني، وانت اضافه للقناه واضافه لاي مكان يا استاذ شريف. مش عايز تقول اي رساله للشعب المصري يا استاذ شريف؟ بس بدون عصبيه، انا عارف ان انت عصبي، بس انا عايزها كده بهدوء من غير عصبيه. لا والله يا استاذ محمد مش عصبيه، انا اي حاجه مصلحه عامه بتلاقيني يعني ايه اعصابي اتشدت شويه. يعني المره اللي فاتت كنا جينا شويه على الاستاذ نجيب ساويرس مع حضرتك في الحلقه، حصل. والنهارده نحب نقول له الف شكر يا استاذ نجيب والاستاذ محمد رمضان، مش انت طبعا، الاستاذ محمد رمضان الممثل الفنان برضه جينا عليه شويه، بس برضه بنقول له الف شكر، منتظرين منك الكثير ومستنيين الباقي. ايه؟ ومستنيين الباقي. وطبعا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. في انا برضو بوجه رساله للشعب المصري، بلاش الاحصائيات على النت. ناخد الاحصائيات بلاش من وزاره الصحه. ناخد الاحصائيات من المصدر الاساسي بتاعها. يعني واحد كاتب ان احنا داخلين على مش عارف سواد وداخلين ليه 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 ليه, 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 ليه يعني السيد الرئيس النهارده طمنا واحنا يعني بنشكره شديد الشكر وبنقول له احنا وراك دايما ومصر ان شاء الله هتعدي الازمه دي، وباذن الله باذن الله للشعب المصري برضه ان شاء الله بقول له يلتزم بتعليمات الحكومه، والحكومه خايفه علينا ومش مش 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 حظر سياسي ولا حظر، ده حظر خوفا على صحتنا. صح، وهي ازمه، وهي ازمه وهتعدي يا استاذ شريف. وبصراحه انا يعني عشان نعطي كل ذي حق حقه، الحكومه واقفه، الحكومه واقفه من بدايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجيش، بشرطه، بوزاره صحه، بنسبه كبيره من الشعب واقفين وقفه جاده جدا، تحسب لهم فعلا، واخديننا لبر الامان. وان شاء الله باذن الله ازمه هتعدي وايام بسيطه وهنرجع لطبيعتنا جدا يا استاذ شريف. لا ان شاء الله باذن تحياتي الله. تحياتي الله ليك وصباح الفل عليك، وان شاء الله باذن الله. على وبنهني انفسنا على الحاجه الجميله اللي حضرتك عاملها دي، القناه كلها اللي عاملاها مشاركه فيها، ما تحسبش لي انا لوحدي، لا تحسب للجميع. وان شاء الله باذن الله اللي جاي اقوى وافضل يا كابتن شريف، وصباح الفل عليك. صباح الفل، تحياتي ليك. كابتن شريف فاروق، مقدم برنامج بدون اهداف، يوم الجمعه الساعه 8، تحياتي ليك.